لأسباب أهمها القصف والتهجير، أغلق هذا السوق أو ما يعرف بسوق الأحد في مدينة جسر الشغور لأكثر من 7 سنوات، ليعود الآن ويستقبل الباعة والمشترين وينعش اقتصاد المدينة والقرى المحيطة بها. سوق الأحد عمره أكثر من 50 عام، وانتقل من مكان لمكان في جسر الشغور حتى وصل للمرحلة هاي، وغاب عن العمل أكثر من 7 سنوات لأنه مدينة جسر الشغور تعرضت لنكسات وإصابات وتدمير وخراب وأدى إلى غيابه هالـ7 سنوات أو أكثر من 7 سنوات. والله يجزيه الخير، في شباب طيبين من هذا البلد وجهاء البلد والقائمين على هالبلد عملوا لعودة هذا السوق لما كانوا القديم يعني، والحمد لله رب العالمين رجع أفضل المكان. هذا البازار كان قديم حوالي 8 سنين صار له مسكر، ولا الحمد لله من فضل رب العالمين صار له شهر من زمان فاتح الحمد لله رب العالمين، والأسواق عم نطلع السوق المحلات وكذا غلا، وهون الحمد لله رب العالمين البسطات يعني رخيصة وعلى الدراويش يعني الحمد لله رب العالمين. وضع الناس تعبان شوي، تعبان جدا جدا يعني، ما هو كثير كثير تعبان، والحمد لله رب العالمين. وهلا رجعت العالم وفي قديمين وفي جداد، والكل أغلبية البساطة بالة والبالة الشغل إلها في منيح، بس نحن ما في شغل عندنا. هذا السوق صار له من 8 سنين مسكر، مع زمان القصف وما قصف، وهلا فتح من جديد انه على مقا انه عم تنزل على صارت العالم، صارت في سوق هوني صارت تشتغل، الاسعار متهونه مع السوق هذا، وبدها تروح على السوق اللي جوا على برا غالي. هاي السوق اللي جماعه دروشان، جماعه درويشي، جماعه فقره، انه تجي عم تنزل على السوق لا صارت تشتغل هون.